خلال كلمة أمام الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تستضيف الدورة رقم 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة. ونوه الرئيس السيسي لأن أزمة الطاقة العالمية الراهنة وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية منها تأتي في مقدمة هذه التحديات. تستضيف مصر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة وأزمة الغذاء التي يعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلا عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في غلاسكو.